نحن أردنا في الندوة، وقد قدمت بحوث مهمة جدا وعميقة جدا، أردنا أن نبين أن هناك اجتهادات فردية، مثلا مسألة المواطنة، هناك شبه اتفاق بين علماء المسلمين في المجمع الفقهي في جدة، في المجمع الفقهي في مكة، في المجمع في السودان، في المجلس الأوروبي وغير ذلك، هناك شبه اتفاق على إقرار مبدأ المواطنة، طبعا في ظل سيادة الدستور. عندما يأتي شخص أو بعض العلماء الذين يقولون بأنه لا وجود أصلا لمبدأ المواطنة ولا يمكن الاعتراف بمبدأ المواطنة، هنا يكون نحن نريد أن نبين أن هذا الرأي قد خالف الاتفاق العام أو الرأي السائد العام عند فقهاء هذا الزمان وهذا الوقت. مسألة التعددية الحزبية، اليوم التعددية الحزبية أصبحت يعني تأخذ ما أقول إجماع لكن شبه اتفاق كبير جدا بين علماء المسلمين على ضبطها وعلى استقرارها وعلى الدعوة إليها في طرق محددة وواضحة. طبعا أنا لا أتكلم عن علماء يعيشون في بعض الدول التي أصلا ليس هناك فيها سبيل للتعددية من حيث المنع، من حيث اتساع رقعة الحاكم وإعطاء السيادة شبه السيادة المطلقة، أنا لا أتكلم، أنا أتكلم عن مسائل صحيحة هي تتناسب مع المقرر من المبادئ السياسة الإسلامية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بحقوق الأقليات، هناك دول إسلامية فيها أقليات، ينبغي أن نعيد نظر في بعض المفاهيم المتعلقة بالأقليات حتى نعطيهم الحقوق ونثبت لهم الحقوق ونعرف ما عليهم من الواجبات، وتعيش المجتمعات ذات الأقليات في حالة استقرار ولا يوجد فيها ظلم ولا يوجد فيها اعتداء على حق الآخر. بل حتى التعددية المذهبية أخي والتعددية الدينية في داخل الإطار الديني الإسلامي الواحد، ينبغي يكون هناك ضوابط وتكون هناك أشياء واضحة في الدولة تضمن الحقوق. نحن في ليبيا مثلا عندنا المذهب السائد هو المذهب المالكي، وعندنا مذهب إخواننا من الأباضية، هناك خلافات علمية قائمة بين المذهبين، لكن هناك حقوق لا ينبغي أن تنقص، وهناك واجبات على الطرفين، وهناك حالة من التعايش المجتمعي الذي ينبغي أن يضبط بقيم وأخلاقيات الإسلام، وينبغي أن لا يكون هناك ظلم بأي طرف من هذه الأطراف. إذن الندوة التي جاءت في السودان جاءت لتؤكد على مجموعة كبيرة من أسس قيام الدولة، كما قلت لك قضية المبادئ الحاكمة، قضية الشورى والعدالة وحق الأمة في اختيار حكامها وحق الأمة في محاسبة حكامها والحوكمة الرشيدة وغير ذلك، وكذلك تناول بعض الآليات كقضية التناول السلمي، قضية تحديد مدة الحاكم، قضية التعددية السياسية وغير ذلك، مما يضمن حالة من الاستقرار في المجتمع. أننا بكل وضوح قد عانينا في تاريخنا الإسلامي بعد الخلافة الراشدة إلى هذا الزمان، ونحن نعاني من اتساع دائرة الحاكم المستبد الذي له سلطات مطلقة وله صلاحيات مطلقة على حساب المجتمع، ونبرر ذلك ونصور ذلك بأن ذلك دفع الفتنة وحفاظا على الاستقرار، فكان تضخم في حالة تصور الفتنة أدى إلى تضخم في استبداد الحكام وفي تعديهم على حقوق المجتمعات الإسلامية التي يحكمونها، بل بعدها بذلك إلى أبعد من السيطرة على مقتدرات الأمة. هناك دول فيها نسبة تضخم كبير جدا في الأموال التي يملكها الحكام على مستوى التي يملكها المجتمعات، هناك الأموال العامة أصبحت يعني لا يصل منها إلى الشعوب إلى القليل جدا، والباقي يذهب إلى الحكام وإلى أبنائهم وأبناء عمومتهم ومن يحكمون معهم. هناك قضايا حقيقية تحتاج إلى ضبط شرعي، لا يمكن أن نلبسها الثوب الشرعي، لا يمكن أن نلبس الظلم والطغيان والاستبداد والتفرق في الحكم وعدم إعطاء الشعوب حقوقها، لا يمكن أن نلبس ذلك بأي معنى شرعي من المعاني، لأن هذا حقيقة يتعارض مع القيم الكبرى التي جاء بها القرآن الكريم وجاءت بها السنة النبوية المطهرة وعلى ما قامت عليه خلافة الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين.